تتنوع مشاهد الطبيعة في عمان بصورة مذهلة. إن عوامل التنوع الجغرافي والبيئي التي تنفرد بها سلطنة عمان تشكل منظومة متناغمة من المناظر في عقد مبهر من الصور ذات الأبعاد الجمالية. قمم جبال عالية وسهول منبسطة وشواطئ وخلجان رملية وصخرية واحات خضراء ومساحات زراعية على سفوح الجبال أو في المناطق الصحراوية. وتتزين الطبيعة بعيون المياه المتدفقة وظواهر الشلالات في مواسم الأمطار. تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وتطل على ساحل ممتد لأكثر من 3000 كيلومتر من الجنوب، حيث بحر العرب ومدخل المحيط الهندي وصولاً إلى بحر عمان في الشمال، حتى ينتهي عند مضيق هرمز في محافظة مسندم وهو بوابة الخليج العربي. البحث في جوانب الارتباط بين العمانيين والبحر، وتحديداً مهنة الغوص التقليدي، قادنا إلى محافظة ظفار في جنوب عمان، حيث توالت ولسنوات طويلة عادة وحرفة عمانية ذات طابع إنساني مميز تحمل كماً كبيراً ومتنوعاً من التفاصيل. في ظفار المكان مثالي في كل شيء، جبل سمحان بارتفاعه الشاهق ومناطق النجد شبه الصحراوية على تخوم صحراء الربع الخالي، ثم مناطق الجبل والسهول المتأثرة بأمطار الرياح الموسمية خلال أشهر الصيف، والبحر والشواطئ والخلجان والتلال والأودية والغطاء النباتي بالإضافة إلى السكان، تشكل في مجملها كنزاً طبيعياً جديراً بالمشاهدة. عدد كبير من السكان يعمل في ظفار والمناطق الساحلية منها على وجه التحديد في حرفة الصيد البحري، بالإضافة إلى تربية الحيوانات كالماعز والإبل، الأمر الذي شكل جانبا مهما على نمط حياتهم وطريقة عيشهم. لقد تنوعت حرفة الصيد البحري وتطورت في هذه المناطق وفقاً للفترات الزمنية وللتطور المضطرد في الأدوات والمعدات المستخدمة منذ بدء الاعتماد عليها كمورد أساسي للرزق وإلى يومنا هذا، ويرجع ذلك إلى احتواء مناطقهم على بعض أهم الكنوز البحرية من أسماك وأم الروبيان وأذن البحر أو ما يعرف محلياً بالصفيلع، والذي يتم استخراجه عن طريق الغوص التقليدي فقط. الصفيلح العماني إذن هو الكنز الذي نبحث عنه في هذه الرحلة مع التاريخ والطبيعة والإنسان. مصائد الصفيلح الطبيعية توجد في شواطئ محافظة ظفار الشرقية كمناطق ولاية سدح مثل حات وفوشي وحدبين وحاسك، وبشكل أقل في وقتنا الحالي في ولاية مرباط ومنطقة شربثات التابعة لولاية شليم وجزر الحلانيات، بعيدا إلى الشمال الشرقي بسبب عوامل بشرية وطبيعية. الصفيلح حيوان بحري ليلي بطيء الحركة، ينشط عادة مع حلول الليل، ويعتمد في حركته على قدمه المفلطحة في الجانب السفلي والتي تشبه الفطر المقلوب، وفي الحواف الأمامية للصدفة يوجد الرأس والعيون المستندة على قوائم صغيرة والفم وزوجان من قرون الاستشعار. الصفيلح أو ما يسمى بأذن البحر هو كائن رخوي من البطن قدميات وحيدة الصدفة،
نبات التغذية، يتغذى على الطحالب والأعشاب البحرية، ويتواجد في المناطق الساحلية في أعماق تتراوح بين متر وثلاثين متر. يعيش هذا الكائن ملتصقا بالصخور وفي الشقوق والأماكن المظلمة. عادة هذا الكائن ينشط أثناء فترة الليل ويكون خامد أثناء فترة النهار لتجنب الكثير من المفترسات في البيئة البحرية. هناك حوالي تقريبا 100 نوع تم تصنيفها على مستوى العالم من هذا الجنس، ولكن منها حوالي فقط 20 نوع تعتبر ذات قيمة اقتصادية ويتم استغلالها بشكل تجاري. ويعتبر النوع المتواجد في سلطنة عمان والذي يطلق عليها اليوتس ماريا من الأنواع التجارية. عمر الصفيلح قد يصل إلى 10 سنوات. طول الصدفة عند بعض الأنواع قد تصل إلى أكثر من 18 سنتيمترا. وتشير روايات كبار السن من الغواصين العمانيين في ظفار إلى أنهم كانوا يغوصون بحثا عن الصفيلح ذي الحجم الكبير للحصول على اللؤلؤ. لم يكن للصفيلح في الماضي أي مردود اقتصادي يذكر، كان مجرد نوع من أنواع المحار الكثيرة الموجودة في هذه الشواطئ، وأعداده كانت وفيرة لدرجة استخراجه مباشرة باليد من الشاطئ في حالة الجزر وانكشاف الصخور القريبة من الشاطئ. الصفيلح في أواسط القرن الماضي كان موجوداً ومتوفراً طوال العام في أغلب شواطئ ظفار بأحجام كبيرة، وكان ثمنه رخيصاً جداً. وذاك الزمان ما نشل كثير، ريال ريالين ثلاثة ما لهم قيمة، وبعدين ريالين وثلاثة، بس ما نستعملهم كذا واجد إلا ما لهم سوق. كان يأخذها المنخليقة التاجر وفرج ومحمد سعيد الشكيلي، واللي يأخذوها محمد خلفان علي هندي، هذا يشتروهم علي بن شماس بطاقة الرخص يأخذوهن منا. يتكاثر الصفيلح عن طريق إفراز الحيوانات المنوية من الذكر والبيض من الأنثى في الماء عن طريق فتحات التهوية الموجودة على الصدفة بعد التحضير الناتج عن العوامل البيئية المحيطة كدرجة الحرارة ومدى توافر الغذاء والضوء، ويتم تلقيح في عمود الماء عند الالتقاء، وتطلق أنثى أذن البحر ما يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين بيضة في المرة الواحدة، وأحياناً أعداداً أكثر من ذلك. هناك ما يقرب من 100 نوع من الصفيلح حول العالم، تتركز غالباً في أستراليا والمكسيك ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا في السواحل الباردة والدافئة. ويلتصق الصفيلح بالصخور على طول سواحل المحيطات المفتوحة في أعماق قد تصل إلى 35 مترا تحت الماء. تعتبر الشقوق الصخرية والكهوف البحرية والفواصل بين الصخور الكبيرة الأماكن المفضلة للصفيلح في الطبيعة، مع توافر البيئة المناسبة وأنواع محددة من الطحالب والأعشاب البحرية. ظاهرة الرياح الموسمية المنسون الجنوب غربية التي تهب على منطقة المحيط الهندي من أواخر شهر إبريل حتى منتصف شهر أكتوبر تؤدي إلى حدوث ما يعرف محليا بالخريف، موسم الأمطار في جبال محافظة ظفار. نتيجة لهذه الرياح تحدث تغييرات في البحر، منها ظاهرة الأب ويلين وهي انبثاق المياه، حيث ينشأ تدفق رأسي للمياه من قاع البحر نحو السطح، وتكون هذه المياه باردة وغنية بالمواد الغذائية والعوالق البحرية. تأثير هذه الظاهرة يكون قويا بالقرب من السواحل نتيجة سهولة تأثر المياه السطحية بالرياح، وتحل محلها المياه الباردة القادمة من الأعماق. يرتبط بهذه الظواهر الطبيعية نشاط طبيعي آخر ونمو الطحالب والأعشاب البحرية خلال فترة الرياح الموسمية، وهي البيئة المثالية لنمو الصفيلح وتكاثره في شواطئ ظفار. عرف الإنسان الغوص لاستخراج الصفيلح منذ أزمنة بعيدة،
أولى عمليات صيد وحصاد الصفيلح سجلت في اليابان في عام 30 ميلادية. وخلال الستينيات والسبعينيات شهد مخزون الصفيلح حول العالم انحسارا كبيرا بسبب الصيد الجائر في المقام الأول. في عام 1976 وجد الإنتاج الكندي من الصفيلح سوقا رائجة له في اليابان كبداية للإنتاج التجاري والتصدير عالميا. في سلطنة عمان بدأ الصيد التجاري للصفيلح في الخمسينيات ونما ليصل في عام 1980 إلى ما يقرب من 200 طن من الصفيلح الطازج. رغم أن الغوص يتم بالطرق التقليدية فقط إلا أن المخزون بدأ ينقص بشكل ملحوظ حتى سجل موسم عام 1991 بحسب الإحصاءات الرسمية 91 طنا. الحكومة العمانية شأنها في ذلك شأن جميع السلطات في الدول التي يوجد فيها الصفيلح، حددت شهري نوفمبر وديسمبر للسماح بالغوص لأنهما الشهران المثاليان لاستخراجه، وحددت كذلك الأحجام المسموحة بصيدها بتسعة سنتيمترات للصدفة. وبهذا استقرت كميات الحصاد في عامي 1999 و2000 عند متوسط 40 طنا. بالنسبة لإنتاجية مصايد الصفيلح في سلطنة عمان فقد تراوحت بين 29 طن و56 طن خلال السنوات الماضية، وكانت أقل إنتاجية لهذه المصايد في عام 1999 حيث بلغت 29 طن من لحم الصفيلح الطازج، وكانت أعلى إنتاجية في عام 2003 حيث بلغت 56 طن. مناطق الصفيلح وخلال فترة توقف الموسم تكون شبه مهجورة لأنها شاسعة ووعرة وقليلة السكان، حيث يتركز معظمهم في المدن والقرى كمدينة سدح وقرى حدبين وحاسك وفوشي. السكان في المناطق القريبة من المدن يربون بعض أنواع الماشية كالأغنام والإبل، وهم أيضا صيادون وغواصو صفيلح. في الآونة الأخيرة ونظرا لاكتمال الطريق المعبد إلى سدح وحدبين وحاسك، صارت هذه المناطق لا تخلو من صيادي الأسماك والزوار والسياح وهواة الطبيعة القادمين من داخل المحافظة ومن خارجها وعلى مدار العام. مع الأيام القليلة الباقية قبل انطلاق الموسم تبدأ مظاهر الحياة بالتغيير، فالقادمون من كل أرجاء المحافظة للبحث عن الصفيلح يقومون باختيار الأماكن المناسبة لتكون مقرا لهم خلال الشهرين القادمين، وهي فترة سوف ينقطعون فيها تقريبا عن كل شيء إلا الغوص. ما يقرب من 4000 غواص أو أكثر أغلبهم في حدبين، ويتوزع بعضهم على المناطق الأخرى كمدينة سدح والشواطئ والخلجان الممتدة من هناك حتى حاسك. يستأجر بعضهم الغرف أو الشقق، ومعظمهم يفضلون الوجود في مخيمات جماعية على امتداد هذه الشواطئ، ويقومون في هذه الفترة بتجديد وصيانة مخيماتهم القديمة أو بتجهيز مخيمات جديدة وتزويدها ببراميل المياه وقدور الطبخ والمستلزمات الأخرى. الجميع يبدأ بالسباحة والتدريب على الغوص في الشواطئ الضحلة خاصة التي لا يوجد فيها الصفيلح، استعدادا للعملية المرهقة التي سوف تكون محور حياتهم خلال الفترة القادمة. في حدبين وفي اليوم السابق لبداية الموسم الجديد رصدنا تحركات اللحظات الأخيرة لإنهاء كافة الاستعدادات. بداية من الغد
لن يكون هناك وقت لأي شيء آخر سوى الغوص، لذا لا بد من إنهاء كل الأعمال الضرورية وبسرعة. هؤلاء الباحثون عن الكنز هم خليط متنوع من كبار السن والرجال والشباب وحتى بعض النسوة، تدفعهم جميعا رغبة واحدة هي الحصول على أكبر قدر ممكن من الصفيلح خلال الأيام الأولى، لأنه مع استمرار الموسم لمدة شهرين ربما لا يستطيع معظمهم الصمود والمواصلة، فالعملية في مجملها مرهقة جدا وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية والقدرة على تحمل مشقة الغوص تحت أشعة الشمس الحارقة. في أول أيام الموسم تشهد ساعات الصباح الأولى نشاطاً كبيراً من الغواصين من مرباط حتى حدبين، مروراً بسدح والمناطق الواقعة بينها والتي يوجدون فيها، وتبدأ الحركة منذ الصباح الباكر في مشاهد يكتنفها الكثير من النشاط والحماس، حيث يبدأ الغواصون بالنزول إلى البحر للبحث عن السفينة. ينطلق البعض بسياراتهم إلى أماكن معينة يعرفون أن الصفيلح يوجد فيها بكثرة، ويفضل البعض استخدام القوارب للذهاب بعيداً إلى داخل البحر حيث العمق أكبر وكذلك أحجام الصفيلح، وربما يكون المحصول أوفر خاصة في اليوم الأول. استخدام إسطوانات الأكسجين للغوص ممنوع تماماً، الغوص يجب أن يكون بالطريقة التقليدية بحبس الأنفاس، وهنا تكون للخبرة واللياقة البدنية وطول فترة التدريب قبل الموسم الدور الأكبر في تحديد محصول اليوم الأول، والذي يفترض أن يكون الأكبر لكل غواص، وأن يستمر الأمر كذلك خلال الأسبوع الأول على الأقل، فبعد أسبوع من الآن سيكون الحصول على الصفيلح صعبا جدا في هذه الأماكن. جميع الغواصين يمرون بنفس الظروف، فما أن ترتفع الشمس قليلا في السماء حتى ترتفع درجة الحرارة ويكون الوجود في هذه الأماكن المفتوحة على الشواطئ الصخرية أو في القوارب لنهار كامل كفيلا بأن يكون مرهقا جدا وصعبا على الجميع، حيث السباحة لفترة طويلة والغوص بحبس الأنفاس ومصارعة التيارات البحرية وأعشاب البحر. ولأن معظم الوقت يقضيه الغواصون في عمليات البحث والاستكشاف، فإن لحظة العثور على الصفيلح الثمين هي لحظة مفرحة جدا. تبعا لاختلاف أماكن الغوص تختلف الأعماق، وتحكم مسألة العمق الذي يبحث عنه كل غواص سنوات خبرته ومدى قدرته على كتم أنفاسه واستعداده الجسماني لمزاولة هذه المهنة المرهقة. يتم الغوص في أعماق تتراوح ما بين المتر الواحد وصولا إلى ما يقرب من 10 أمتار، ويستخدم الصيادون هنا أدوات بحرية خاصة هي عبارة عن لباس بحري واقي يغطي الجسم بالكامل لتجنب ملوحة المياه وتأثير أشعة الشمس، ونظارات بحرية خاصة وشبكة تربط حول الخصر لتجميع الصفيلح فيها، وأداة حديدية ذات طرف حاد من جهة وخطاف من جهة أخرى، حيث يخرجون الصفيلح الملتصق بالصخور بالطرف الحاد، ويستخدمون الخطاف لإخراج الصفيلح إذا سقط في أحد الشقوق.
أداة الخطاف الحديدية المستخدمة حالياً متهمة بأنها من أسباب تناقص أعداد الصفيلح، لأنها تمكن الغواص من إخراج أعداد أكبر، ويمكن أيضاً أن تصيب الحيوان بالجروح، خصوصاً عندما يكون في الشقوق الصخرية البعيدة. والصفيلح المجروح يكون عرضة لهجمات الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، كما أن التجار يرفضون شراءه نظراً لتدني قيمته في الأسواق الخارجية. الوجود لنهار كامل في هذه المناطق المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة متعب ومرهق للباحثين عن الكنز، بل إنه موسم كامل مع الشمس والرمال والغوص. وترى هنا وجوهاً لفحتها أشعة الشمس وأرهقها البحث المضني عن الصفيلح الثمين، غير أنها وجوه راضية، وجوه لا تفارقها الابتسامة حتى في أشد أوقات التعب والإرهاق. على الرغم من بعض الأحاديث والروايات عن المخاطر التي يتعرضون لها كوجود بعض الكائنات البحرية الضارة في هذه المياه وربما يتعرضون لخطر الغرق جراء الإرهاق، إلا أن الحالات التي سجلت رسميا خلال المواسم السابقة قليلة جدا مقارنة بالأعداد المتزايدة من الغواصين والهواة الذين يفدون إلى مناطق الغوص سنويا. يتحدث الكثير من هؤلاء الغواصين من فئات عمرية مختلفة، وبعض التجار والغواصين السابقين بفخر عن تجاربهم ومهنتهم، وهم يؤكدون أن الصفيلح بدأ بالتناقص بالفعل في هذه الأماكن. هذه ثروة في ميناء، بركم واحد في ميناء ما ثم، يعني نشوفها نحن بعد البترول هي رقم ثنين، لأن مخزون البحري هذه السفيلح الله يسلمك ثروة يعني ما ثم، والحمد لله رب العالمين المدخول الولاية يعني ما يعني حدود الولاية من برباط إلى حاسك، يعني مدخول يعني حدود الولاية سدح، يعني مدخول السنة الملايين ما هي للوك. بالنسبة للثروة هذه بدأت تقل يعني ومش سهل، أيضا أصبح العدد زاد، بدل ما كان في 70 غواص أصبح بالمئات بالآلاف، يعني أتوقع أنه أكثر من 4000 موجود غواص في الولاية. تختلف طبيعة الغوص حسب المنطقة، سواء من حيث العمق أو نوعية الصخور ووجود الطحالب وأعشاب البحر. ففي مناطق ولاية مرباط، ونظرا لتناقص أعداد الصفيلح بشكل حاد، يجد الغواصون صعوبة كبيرة في زيادة محصولهم اليومي، وإن كانت معظم الخلجان هناك قليلة العمق وسهلة للغوص، وربما يكون ذلك من أسباب تناقص الصفيلح فيها. بينما صارت معظم عمليات الغوص في السنوات الأخيرة تتم في سدح المدينة والمناطق القريبة منها، وهي مناطق وخلجان وشواطئ رملية وصخرية غاية في الروعة والجمال. وطبيعة الغوص هنا لا تختلف كثيرا عن الغوص في المناطق الأخرى، ولا تخلو من الكثير من المخاطر، خاصة للذين ينطلقون من الشواطئ الصخرية ويتعرضون أثناء الغوص للأمواج القوية. من ملامح تأثيرات الموسم في حدبين وسدح أيضا انتشار المطاعم المؤقتة بشكل أوسع، ومعظمها يقام في الهواء الطلق قريبا من أماكن وجود الغواصين. وبلا شك فإن الموسم في مجمله ووجود هؤلاء الغواصين يدر أرباحا لا بأس بها على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية. مدينة سدح
بمينائها الجميل وطبيعتها الجبلية تمثل شكلاً نموذجياً للمعمار في الساحل العماني. أجمل ما فيها بالإضافة إلى لحظات الشروق الرائعة شارعها الرئيسي الوحيد الذي يقسم المدينة إلى ضفتين شرقية وغربية، وهو مركز الحركة والنشاط. وفي أثناء الموسم تقدم أكشاك الشوى والمقاهي في هذا الشارع قائمة منوعة من الوجبات، كما يتضاعف عدد السكان تقريبا نظرا لوجود الغواصين والزوار. الجميع في سدح مهتم بالصفيلح وبالغوص، والأحاديث غالبا ما تكون حول هذه الثروة الهامة. من مظاهر التنوع في ثنايا قصة كنز الصفيلح بروز بعض المهن المؤقتة كبائع السكاكين المتجول الذي كان غواصا فيما مضى، يعرض بضاعته ويبيعها للغواصين ولمن يرغب، معلنا عنها بترديد أبيات من الشعر العربي القديم على طريقته الخاصة. لما طعنت صميم قلب الأخيلي وقتلت فارس ربيع عنوة والهيذمان وجاب الابن المهلهلي. في فوشي وهي إحدى مناطق الغوص صادفنا هذا البائع يتنقل حاملا معه بضائع مختلفة، وهو في غاية الراحة لهذا التجوال، وقد أخبرنا أنه يحب التواجد مع الغواصين موسما بعد آخر. السفيلح السنة الحمد لله زين، السنة السفيلح زين والحمد لله، والبيع زين وكل شيء زين الحمد لله. الآن نتجول سدح مرباط حجبين نبيع هذه الأغراض، ودنا جالسين في العمل في الشغل، شالات مسارات فوط سكاكين وهكذا. هذا يحيى النقيب واحد من قدامى تجار الصفيلح المعروفين في سدح، يعود إليه الفضل كما يروي لنا في وضع الميزان لبيع الصفيلح بالكيلو بدلا عن بيعها بالعدد، حيث كان التجار قديما يشترون الصفيلح بالعدد من الغواصين، وقد مرت هذه العملية بمراحل كثيرة وتفاوت عدد الصفيلح مقابل الريال على مر السنين إلى أن وصل إلى مستواه الحالي. 86-87 بديت الميزان. لما بديت الميزان حدثت ضجة مع التجار ومشاكل واجتماعات وإيلة وإيلة، فقالوا هذا مش ذهب، هذا صفيلح. والله من كلمتهم هذا وأنا ألغيت ولا مش ذهب، أنا ما بيشتري. حتى بعض المشترين صار عندي إزعاج، قال ما بيشتري أبدا مولية. قلنا زين تحبوا تشتروا اهلا وسهلا، احنا السعر هذا والميزان ثابت، ما تحبوا هذا شيء راجع لكم. عندما يعود الغواصون من رحلتهم الشاقة يقومون بفصل لحم الصفيلح عن الصدفة بحذر وبطريقة متعارف عليها لتجنب جرح لحم الصفيلح الثمين، فالتجار لا يقبلون الصفيلح المجروح لأن سعره في الخارج يتحدد وفقا لجودته وخلوه من العيوب. على الرغم من أن القانون ينص على أن الصفيلح يجب أن يكون بحجم معين حتى يقبل في الميزان، إلا أن بعض التجار يتغاضون أحياناً عن هذا الأمر، وذلك حفاظاً على غواصيهم.
كما أن كميات كبيرة من الصفيلح صغير الحجم تباع محليا أو تقدم كهدايا. هذا الجانب نعم موجود، أنه بعض التصرفات الخاطئة أو بعض الغواصين كناس مبتدئين في الغوص أو ناس يعني ما عندهم خبرة في مجال الغوص، فربما يتعرضوا بعض الحالات لبعض الأشكاليات بالنسبة للصفيلح أو قلة معرفة أو قلة خبرة، بينما الغواص اللي هو غواص أساسي أبدا هذا الغواص دائما محافظ على الثروة. ما بين هذه الوجوه مسنون يأتون إلى حدبين سنويا في وقت الموسم، يقضون النهار في انتظار عودة الغواصين ويطلبون منهم إما أن يعطوهم من الصفيلح الذي اصطادوه أو بعض النقود. مراكز تجميع الصفيلح أو مراكز التجار كما تسمى هي الأماكن التي يقوم فيها التجار أو وكلاؤهم باستقبال المحصول اليومي. كل تاجر يتعامل مع مجموعة معينة من الغواصين، وهناك غواصون يتجولون يبيعون لمن يعطي سعرا أكثر أو لأي مركز قريب من الموقع الذي قصدوه للغوص. يتم شراء الصفيلح بطريقتين: طريقة التسليم النقدي الفوري بسعر 55 ريالا أي ما يعادل 140 دولارا، وهناك أيضا طريقة التسجيل بتجميع الكمية الخاصة بكل غواص وتسجيلها في دفتر خاص إلى أن يبيع التاجر الصفيلح في الخارج ثم يعطي الغواص حقه، وهنا يكون السعر 60 ريالا للكيلو أي حوالي 160 دولارا. أما الغواصون المتمرسون وذوو الخبرة فلهم تسهيلات خاصة حيث يسعى التجار لاستقطابهم. أسعار الصفيلح تتغير وفقا للكميات المستخرجة والوقت، ففي الأيام الأولى من الموسم إذا كانت الكميات المستخرجة كبيرة يكون سعر الكيلو رخيصا نسبيا، ويبدأ السعر في الارتفاع مع تناقص المحصول. منذ اليوم الأول تتم عملية غلي الصفيلح في مراكز الاستقبال أولا بأول استعدادا لتجفيفه وتصديره، وتجهز القدور الكبيرة لطبخ الصفيلح بماء البحر، ويستخدم بعضهم الحصى في قاع القدر حتى لا يلتصق به الصفيلح. يغلى المحصول اليومي في هذه القدور الكبيرة في الهواء الطلق، ويضفي ملح ماء البحر عليه طعما لذيذا، ويفيد كذلك في حفظه أثناء التجفيف. عملية الغلي لكل قدر تستمر 3 ساعات متواصلة. ثم ينقل الصفيلح الناضج إلى مصاطب مخصصة للتجفيف مؤمنة بحراس من الأهالي. على هامش موسم الغوص تتجلى جوانب أخرى من التغيير في نمط العيش في المناطق التي يأمها الغواصون والمهتمون بالصفيلح، ويتمثل ذلك في النشاط والحركة وتزايد أعداد الناس خاصة في سدح وحدبين. على مين ودور الجنب الرصيد، ايش الدور اللي ممكن انه يخفف او على الاقل يقلل من هذه المخالفه؟ شوف هي المشكله انظر
في مخيمات الغواصين وبعد نهار شاق وجبة العشاء الدسمة هي الأهم بالنسبة لهم، لأنهم في الغالب لا يجدون الفرصة للغداء، وإنما يأكلون بعض الوجبات الخفيفة مع كميات كبيرة من الماء إلى أن يأتي موعد العشاء. وفي سمرهم وعلى أصوات أمواج البحر تكون أحاديث الغوص والتجارب اليومية، ومنهم من يشاهد التلفزيون ثم ينام مبكرا استعدادا ليوم جديد. في تتبعنا لتفاصيل قصة الصفيلح في عمان تأخذنا الرحلة إلى منطقة الشربثات التي تقع في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة ظفار وتتبع لولاية الشليم وجزر الحلانيات. شربثات قرية صغيرة للصيادين تطل على ساحل رملي جميل، وهي منطقة بحرية جميلة وواحدة من مصائد الصفيلح القليلة المتبقية في ظفار. قبل عدة سنين كان معظم الغواصين يأتون إلى شربثات حيث كان المحصول فيها وفيرا، أما الآن فلم يعد يقصدها سوى عدد قليل ممن ألفوا المكان وتعودوا على طبيعته. أنا قد غصت من مرباط إلى حدبين وحاسك وما تختلف، كله بحر غير هنا يكون الهواء زيادة، وتوقف يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع ما تطلع البحر، ويوم اللي تطلع تحصل الموجة تضرب جبل وترجع إلى وراء، وأصعب من بحر مرباط وصدح. الغوص في شربثات مختلف وأصعب من المناطق الأخرى، إذ تحتم طبيعة شواطئها المحاطة بالجبال استخدام القوارب فقط، ناهيك عن أن الوصول إلى الصفيلح هنا يتطلب الغوص لمسافة أعمق. معظم السكان في شربثات لا يهتمون كثيراً بالغوص، بل يصطادون الأسماك حيث تغنيهم وفرتها والدخل المعقول الذي توفره عن ممارسة حرفة الغوص المرهقة. بعد حوالي 3 أسابيع من بداية الموسم وتجميع كميات مناسبة من الصفيلح الجاف تماماً، تتم عمليات الفرز حيث يقسم وفقاً لتصنيف رقمي من 1 إلى 4 بحسب أحجامها. أكبر الأحجام تصنف تحت الرقم 1 وهكذا وصولا إلى الرقم 4 وهو أصغر الأحجام، ويقيم الصفيلح في الأسواق العالمية من حيث الحجم والشكل والجودة. بعد الفرز يغلف الصفيلح جيدا وينقل إلى قسم الشحن في المطار، وتعاد عملية الوزن استعدادا لتصديره جوا إلى هونغ كونغ وأسواق الصين.
المال الذي يحصل عليه صيادو أصفلح هو بالنسبة لهم ثروة كبيرة ومهمة يستفيدون منها في تحسين أوضاعهم المعيشية ويعتبرونها نعمة كبيرة في كل موسم. لكن يظل السؤال الأهم الذي يشغلهم دائما هو كيف وأين يسوق الصفيلح وعلى أي المواعيد يستقر في النهاية. سعيا للإجابة على هذا السؤال سافرنا إلى هونغ كونغ والصين. Welcome to Hong Kong. مدن ناطحات السحاب وملايين البشر والأسواق المفتوحة على التجارة العالمية. هذه المنطقة هي أهم الوجهات الأساسية للصفيلح الطبيعي أو المستزرع من كل أنحاء العالم، بما في ذلك الصفيلح العماني، ويسمى أيضا هنا صفيلح الشرق الأوسط. في أرقى المطاعم في هونغ كونغ والمدن الصينية الكبرى يكون الحضور الأكبر لوجبة الصفيلح الشهيرة والشهية والغالية، وتعلن عنها المطاعم الراقية بلافتات جذابة ومغرية. هناك إقبال كبير في دول شرق آسيا عموما على استهلاك ثمار البحر بمختلف أصنافها لما لها من فوائد صحية، وتستهلك بطرق عديدة ومتنوعة كوجبات في المنازل والمطاعم الفخمة أو كأدوية في الصيدليات ومحلات بيع المواد الطبية، وتتنوع أشكالها في أسواق خاصة إرضاء لجميع الأذواق. عبد الله بن محمد الفارسي هو أكثر عمانيين خبرة بأسواق الصفيلح في هونغ كونغ، وربما يكون الوحيد المتعامل مع مجموعة من التجار في هونغ كونغ منذ سنوات طويلة، ممثلا لمعظم تجار الصفيلح العمانيين. عبد الله يأتي إلى هونغ كونغ باستمرار للتفاوض على الأسعار في كل موسم، وليقوم بتسليم الصفيلح القادم من شواطئ محافظة ظفار حسب الاتفاقيات، ويتابع في الوقت نفسه التحويلات النقدية ما بين الجانبين. سوق هونغ كونغ هنا متقلب أيضا، متقلب بأنه في أي لحظة ممكن يهبط هبوط شديد، وفي أي لحظة ممكن يطلع بشكل مفاجئ وسريع إلى العالم. لكنه هذا أحيانا نحن نكون قد بعنا، قد ارتفع نكون خلاص تمت البيع وانتهى الامر، يرتفع السوق نجد وقت احنا نريد نبيع نفتكر ان السوق مرتفع نقول انه انخفض. انا ما عاد اعتمد على استجار اللي اتعامل معه، اعتمد على وضع السوق نفسه. سوق الصفيلح في هونغ كونغ قسمان، احدهما للجمله والاخر للمفرد. وبما ان هونغ كونغ هي قبلة الصفيلح ومستهلكيه من كل أرجاء العالم، فإن التجار يحرصون على شراء أجود الأنواع، وتلعب عوامل الحجم والشكل واللون والطعم والنظافة دورا هاما في تحديد السعر. جودة الصفيلح الياباني تأتي في المرتبة الأولى، وأعتقد أن الصفيلح العماني المجفف يأتي في المرتبة الثانية. تجار الصفيلح الصينيون لا يعتمدون على التصنيف الذي يضعه نظرائهم العمانيون لبضاعتهم، بل يقومون من جديد وبحضور الوسيط بإعادة فرز كميات الصفيلح ووزنه بطريقتهم الخاصة باستخدام أدوات دقيقة كالميزان الإلكتروني. الصفيلح المتضرر بالجروح أو الذي يتغير لونه أو رائحته يمثل مشكلة للتجار، وعادة ما يحتجون عليه ويعيدون التفاوض على سعره من جديد مع الوسيط. ما
مدينة كوانزو الصينية هي السوق الرئيسية للصفيلح في الصين، سواء الصفيلح الصيني أو القادم من الخارج مباشرة إلى أسواقها أو من هونغ كونغ بما فيه الصفيلح العماني. شندو هي أيضا واحدة من أشهر المناطق الصينية التي زرناها في تتبعنا لرحلة الصفيلح العماني إلى الصين. على المستوى السياحي شندو معروفة جدا، حيث مئات المطاعم الراقية تقدم إلى جانب الوجبات الصينية الغنية بمذاقها ونكهتها الخاصة وجبة الصفيلح الشهيرة. بالنسبة للكثيرين الصفيلح ليس وجبة شهية فحسب، بل هو أيضا دواء شعبي للعديد من الأمراض، كما يستخدم مسحوق أصدافه كذلك في الأدوية. عادة أكل الصفيلح في الصين تعود إلى عهود قديمة في الصين. نطلق على الصفيلح اسم باو ويعني الترفيه. زعيم الحرب كاو كاو في مقاطعة هان هو أول من بدأ في تناول الصفيلح كمقوّن أو منشط، وذلك منذ فترة طويلة حوالي سنة 200 بعد الميلاد. الأطباء التقليديون الصينيون يعتبرون الصفيلح دواء يتمتع بخصائص الشفاء، إنه مفيد للكلى سواء للرجال أو النساء، لهذا فهو دواء ممتاز وله أعراض جانبية قليلة. قيمة الصفيلح كدواء تقليدي صيني تكمن في قلة آثاره الجانبية، ويعني ذلك أن كبار السن وضعفاء البنية يستطيعون تناوله كغذاء ودواء لفترات طويلة دون القلق من أي أعراض جانبية، وهو ملائم جدا للأكل بالنسبة لهم. مسحوق أصداف الصفيلح يقوي العظام والعضلات. علماء الكيمياء الحديثة وجدوا أن أصداف الصفيلح تحوي كماً كبيراً من كربونات الكالسيوم، ولهذا فإنها تمد الجسم البشري بحاجته من الكالسيوم، ولهذا فإن أصداف الصفيلح تعتبر مركباً أساسياً في الأدوية التقليدية الصينية. تاريخ تناول الصفيلح في الصين إلى الآن هو حوالي 2000 سنة، إنه تاريخ طويل بالفعل. وهناك أيضاً صناعة حل الزينة من الأصداف بأشكال رائعة الجمال، تستهلك في الأسواق المحلية وتصدر إلى مختلف أنحاء العالم. وفي أسواق هونغ كونغ وكوانزو وشندو يباع الكيلو المجفف من الصفيلح العماني، وهو ما يعادل 3 كيلوغرامات طازجة بما يقرب من 400 ريال عماني، أي حوالي 1000 دولار أمريكي. هناك طهاة متخصصون في إعداد وجبة الصفيلح، إذ تمر عملية الطهي بعدة مراحل. تبدأ بنقع الصفيلح الجاف في الماء لعدة أيام حتى يستعيد طراوته، ثم يطبخ وفقاً لخطوات محددة خاصة وسرية لكل طباخ، وصولاً إلى تقديمه لمن يستطيعون تحمل كلفته العالية. الصينيون والسياح يعتبرون الصفيلح من أشهى وأجود الوجبات البحرية، وهو بالتالي غالي الثمن،
حيث يصل سعر الطبق الواحد والمكون من حبة صفيلح واحدة إلى ما يعادل 100 ريال عماني، أي حوالي 250 دولارا أمريكي. الطاهي الذي يطبخ الصفيلح يجب أن يتلقى تدريبا خاصا، بدءا من تمييز الصفيلح الخام إلى طرق التطرية، وصولا إلى معرفة طرق التخمير ومستويات نار الطبخ المثلى، وجميعها مطلوب ومرغوب بشكل تام. حرفة الغوص لم تعد سهلة كما كانت، فبعد مرور أسبوع إلى 10 أيام من الموسم تقريبا يبدأ الغواصون بالتذمر وتقل همتهم للغوص، فأعداد الصفيلح التي يصطادونها أصبحت قليلة، والأحجام أيضا إما متوسطة أو صغيرة. قليلون هم الذين ما زالوا قادرين الآن على جمع أكثر من كيلوغرام واحد في اليوم، وقلة أيضا هم الذين يستطيعون العثور على الصفيلح كبير الحجم. أسباب تدهور مخزون الصفيلح في هذه الشواطئ بل واختفائه من بعضها معروفة تماما، يأتي في مقدمتها كثرة أعداد الصيادين، الأمر الذي أدى إلى الصيد الجائر وإرباك البيئة وتقليب الصخور. من هذه الأسباب أيضاً عدم التزام البعض بالصيد في الفترة المخصصة للموسم، إضافة إلى العوامل الطبيعية كالأمطار والسيول ونقص النمو لبعض الأعشاب البحرية التي يتغذى عليها الصفيلح، وزيادة أعداد الحيوانات البحرية كالشوكيات التي تنافسه في المرعى وتتغذى عليه. إن وجود ثروة الصفيلح في هذه الشواطئ هي ميزة إضافية إلى التنوع والثراء المتوفر فيها، وإذا استمر الصيد الجائر وعدم الاهتمام على هذا المنوال فسوف تنتهي تماما. الآن الناس كثرت وصوت هذه الصفيلح ببيعة قيمة هائلة أكثر من أول، وكان استخدامها سوء تقليب حصى ويسول هذا الجرايد وسول الكشافات، وتم يشيلوا من الحصان من مكان إلى مكان، نقلوا مكانها، ما استخدموهن مثل الأول. لو يستخدموهن هذه الصفيلح مثل الأول تيتم بقاها مثل ما شفتوها، مع العلم، مع هذا العالم والفود والأمة هذه، يعني استخدام السو هذا موجودة، تريد المحافظة وتريد صيانة شوية. هي تعتبر خيانة، خيانة للوطن والمواطن وللأخوة والثروة، هذا يجب أن يكون لها مثلا شيء محدود، أوقات محدودة حسب ما ألزمت الدولة، وأي مواطن يعمل هذا لازم يتجازى، إن الثروة ما هو مال واحد، ناس كلهم محتاجين يغوصوا، مثلا يريد يغوص يريد يجمعوا، لأن الثروة هذا الحمد لله دخل باهر. على الرغم من أن الجميع يتفقون على أهمية هذه الثروة وقيمتها الاقتصادية الكبيرة لأبناء هذه المناطق والقادمين إليها، حيث تشكل مصدر دخل سنوي بمتوسط 7,000 ريال عماني، أي ما يعادل 17,000 دولار لكل غواص تقريبا خلال الموسم، إلا أن المتقصي لحقيقة الخطر الذي يتهدد الصفيلح العماني سيجد أنه واضح وحقيقي. نحن التجار من الناس اللي نحافظ على هذه السلعة إنها لا تبتاع خارج الموسم أو لا تتسوق، يعني أو بمعنى أصح أنه ما حد يغوص البحر في خلاف تحديد الحكومة، فنحن من الناس اللي نحافظ على هذه الثروة بقدر ما نستطيع، أن هذه الثروة تعتبر بالنسبة لنا رأس مال، يعني كتجار بشكل خاص وعموم محافظة الظفار بشكل عام. يعني المنطقة بكليتها وأنت تعرف إن ما لهم مصدر إلى الله ثم هذه الصفيلة، يغوصوا كبير وصغير وشاب وحرمة وأولاد من المدرسة ويعيشوا على هذا المنطقة، يعني الصفيلة الذي جاب قليل ولا كثير يحسب لها حساب، يعني كأنها كنا راتب متوفر،
لمدة السنة يحسب على هذا الشهر. إنتاج سلطنة عمان من الصفيلح يتم عن طريق المصائد فقط، ويتركز في المناطق التي زرناها وتحدثنا عنها. متوسط الإنتاج للسنوات الخمس الأخيرة بلغ 37 طنا ونصف الطن، بقيمة متوسطة بلغت ما يقرب من 2 مليون ريال عماني، حيث راوح سعر الصفيلح خلال هذه الفترة ما بين 40 إلى 70 ريالا للكيلوغرام الطازج. الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية في سبيل الحفاظ على الصفيلح وتقديم الخدمات للصيادين موجودة، وقد تمثلت أولى الخطوات العملية من قبل الوزارة في هذا المجال في تحديد فترات الموسم وتحديد الأحجام المسموح بصيدها ومراقبة انطلاق الموسم وعمليات الاستقبال والوزن، وكذلك صرف التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وتقديم هذه الخدمة في جميع المناطق التي يتواجد فيها الغواصون. من جهود الوزارة أيضاً القيام بالعديد من الدراسات لإيجاد قاعدة بيانات متكاملة عن الصفيلح العماني، سواء كانت من الخبراء المحليين أو بالتعاون مع جهات أخرى إقليمية وعالمية. على الرغم من كل هذه الجهود الرسمية، إلا أن البعض ما زالوا غير راضين عنها، أو هم على الأقل يتمنون أن تشدد العقوبات على المخالفين. خطوات التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية هو تقليص موسم الغوص، حيث كان في السابق قبل عام 1987 كان الغوص طوال العام، ولكن بعد 1987 تم تقليص الموسم إلى 6 أشهر، ولكن استمرت المشاكل وتم تقليص الموسم مرة أخرى في عام 1991 إلى 2، الأمر الذي استمر إلى الوقت الحالي. طبعا كما اتخذت بعض الخطوات من جانب تعزيز المخزون أو البحث في البدائل الأخرى لهذه المصايد، وكانت توجه إلى مشروع استزراع الصفيلح. هذا المختبر التابع لوزارة الزراعة والثروة السمكية في مدينة مرباط يركز أبحاثه كمشروع تجريبي على إنتاج صغار الصفيلح. ويهدف للحصول على البيانات اللازمة في عمليات الاستزراع وكيفية إقامة مشاريع اقتصادية مستقبلية في هذا المجال. بالنسبة لهذه الاستثمارية، أول تجارب الاستزراع عليه تمت في سنة 93، في نوفمبر 93، عن طريق تعاون فني بين حكومة السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة وبين خبراء من منظمة جايكا اليابانية. دراسات الأولية لمدة 6 أشهر أثبتت جدوى استزراع صفيلح العماني، يعني بالإمكان تفريغ صفيلح العماني في الأسر كما نقول، يعني اللي هو الكابتيفيتي يسموها. بعض الدراسات المحلية تقول إن صخرة واحدة في هذه الأماكن تؤوي تحتها ما قيمته 1500 ريال عماني، أي ما يعادل 3750 دولارا أمريكيا تقريبا من صغار الصفيلح، وبالتالي فإن تحريكها أو قلبها يؤدي إلى إهدار ثروة طائلة. مصائد الصفيلح في عمان تتهددها العديد من المشاكل، تأتي في مقدمتها مشكلة الصيد الجائر، وفي طول فترة الموسم وزيادة عدد الصيادين المرخصين وغير المرخصين، وصيد صغار الصفيلح وبيعها أو إهدائها، وتحريك الصخور التي توجد تحتها الصغار، وبالتالي تدمير بيئته الطبيعية. الحقيقة المرة والتي يجب أن يعرفها الكل، وذلك بناء على النتائج الدراسات والبحوث التي أجريت على هذه المصايد، أن وضع المخزون وهذه المصايد أصبحت في وضع حرج جدا، وإن لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للمحافظة على هذه الثروة وبتعاون كل الفئات المستفيدة من هذه الثروة، سواء كانوا غواصين أو تجار أو جهات مسؤولة عن إدارة هذه الثروة، فسيكون مصير هذه الثروة الانهيار وانقراض هذا الكائن من المياه العمانية. أتمنى أن الصيادين يفهموا
أو أن الغواصين يفهموا النقطة هذه جدا. إذا ما عندهم وعي جدا فبالتالي هم وأجيالهم الآتية ربما في أنهم سيكون عليها يوم من الأيام. وتبقى مجموعة الأسئلة الشاملة حول كنز الصفيلح العماني قائمة، وهي: هل ستكتب النجاة لهذه الثروة؟ هل ستبقى خلال الأعوام القادمة مصدر دخل ثابت لهؤلاء الغواصين؟ وهل ستنجح الجهود الحكومية والأهلية في الحفاظ عليها للأجيال القادمة؟ أم أنها سوف تنتهي وتنقرض من هنا كما حدث في أماكن أخرى من العالم؟ هذا ما لا نستطيع الإجابة عليه الآن، ولا بد من الانتظار لنرى ما سيحدث في مستقبل الأيام.